السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نجرب معكم الشهبه ديال الشطرنج او خليه النحل ديال الشطرنج ديال حليمه الفلالي اللي دايره ضجه. خليكم معايا، تابعوا طريقه التحضير ونشوفوها جميع كيفاش غادي تجي. بالنسبه للمقادير، عندي صفر بيضه، عندي بيضه كنحيد الصفر بوحدو والبيض بوحدو، غادي نحتاج البيض والصفرة نخليه للتزيين. عندي يوغورت، عندي جوج معالق كبار ديال سانيتا، عندي جوج معالق ديال الكاكاو، عندي معلقة ديال الخميرة الفورية، وعندي فرماج وفاني وخمارة وكاس دالما ونص كاس ديال الزيت. خليكم معايا. اول حاجة ناخدو سكر سميدة، غادي نضيفو له كاس ديال الدقيق. هذه كخطوة اولى دارتها حليمة الفلالي، والخميرة الفورية، كاس ديال الماء. غادي نخدمو مزيان هذا الشيء. ونخليوه ربع ساعة يخمر مزيان وعاد نكملو الخدمة ديالنا. من بعد ما ضعف الحجم ديالها وخمرت دارت هاد الفقاعات، دابا غنكملو العجينة ديالنا. غنضيفو الياغورت، الزيت، بياض البيض، نخلط مزيان، ما ننساش الفاني، نضيف رشة ملح، عندي معلقة الزبدة بحرارة المطبخ، نسيت ما قدمتهاش معاكم. صافي غنكملو. دابا غنبدا نضيف الدقيق تدريجيا. هي حليمة الفلالي قالت لك ديروا نص كاس ديال الفينو، بطبيعة الحال اللي بغا، انا ما ضفتوش. نضيف الخمارة، ودابا غادي نخدمو اليدين.
نضيف الدقيق حتى هي راه قالت لك الا ما قدكمش 4 الكيسان تقدروا تحتاجوا الكثر. كنظن بانني احتاجيت الكثر من 4 الكيسان، عندي هنا 4.5. دابا من بعد ما جمعتها غادي نفرقها على زوج هكا، وهذه اللي بقات لي غادي نضيف لها جوج معالق د الكاكاو وغادي نجمعها مزيان. غنبقاو مستمرين حتى يتجانس لنا اللون. العجينة ديالنا ها هي من بعد ما فرقتها، وهذه ضفت لها الكاكاو المر، وهذه خليتها بلونها الاصلي. دابا غندوزو للحشو. هذه اللي بيضاء غادي ندير فيها الشوكولاته الكحل، وهذه عفوا غادي ندير فيها الفرماج. ودابا غنقطع الكويراس ديالي. عجينة البيضة على العدد اللي بغيتو او الحجم اللي بغيتو.
دابا غادي نبداو هذه غادي نعمرها هذه غنعمرها بالفرماج صراحة أنا كنسميها أستاذة الطبخ حليمة الفيلالي، هي مدرستنا. أنا قبل ما نفتح لاشين ديالي كنت معجبة بها ومازال معجبة بها ومازال كندير الوصفات ديالها، وهذه أول وصفة تنشاركها معكم. يعني عمرني ما تجرأت انني نذكر الاسم ديالها في القناة ديالي، ودابا هذا شرف ليا. دابا غندوزو عاوتاني نعمرو هادي بالشوكولات. ناخذوها هكا نحاولوا نخلفوها. هي دارتها بشكل مستطيل او مربع على شكل شطرنج. انا غادي نديرها دائريه. شكل ونخليها تخمر واحد القسم، من بعد غندهنها بالصفر ديال البيض وندخلها للفران. خليكم معايا. دابا من بعد ما خمرت غادي ندهنها
بصفر البيض. انا درت معها واحد شويه ديال نسكافيه وواحد القطره ديال الخل، وغندهنهم كاملين. ممكن لكم ديروهم فرضيين او لا، المهم كيما جا. انا كيجيني هاد الشهده تجي فرضيه احسن بالنسبه للاعداد ديال الافراد ديال عائلته قلالين، هكا فرضيين كتبدي بالقياس. وصفات ديال الأستاذة ديالنا حليمة الفلالي ناجحين، ديما ما معهمش اللعب، مضبوطين. انا ديما تنقول عليها مدرسة. الفران ديالي راه سخون، غادي ندخلها للفرن. نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. يا ربي تكون صادقه معانا مزيان، الهلا يحشمنا يا ربي. الشهدة ديالي ها هي من بعد ما جبتها من الفران، باقا سخونة، غادي نسقيها بالعسل وهي سخونة. كتجي مفشفشة، وكتجي كتشبه ديال حليمة الفلالي.